يسأل سائل كريم يقول: نحن مجموعة من الطلاب في سكن مشترك ويأتينا الطعام على حساب المركز، البعض يأكل البعض يتركه ولا يأكل حتى يفسد. لا يا أخوان، أحسنوا جوار النعم، وإذ تأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم. تبرع أخي الحبيب جزاك الله خير إذا بقي طعام، واحتسب الأجر على الله. طبعا الناس لما يكونوا في سكن جماعي كل يلقي المسؤولية على الآخر، يقول لك وش لي أنا يا أخي؟ لا، أنت لك أنك تريد أنك تبني لك سهما فين؟ في الجنة، تريد أن ترضي الله تبارك وتعالى. أنت مؤهلاتك مع الله عز وجل غير مؤهلاتهم، أنت تتحرك من باب قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وتذكر أن امرأة دخلت الجنة في هرة سقتها، وأخرى دخلت النار في قطة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فجمع ما ينفع من الطعام واحتسب الأجر عند الله، فما كان منه نافعا اجعله للمحتاجين، وما كان منه لم ينفع اجعله عند أقرب مكان يجتمع فيه الطير. والله يا أخوان أعرف من الناس رحمة الله عليه، عم علي رحمة الله عليه رحمة واسعة، هذا الرجل والله يا أخوان كان يطعم القطط كل يوم دجاجة، ويوم من الدهر تعرف انت شو، ويوم من الدهر وجدته يطعم يطعم القطط تونه. يا عم علي قال: والله كان هو حظهم معايا الدجاجه، اليوم انا ما طبخت فاحببت ان اعوضهم بالتونه رحمه الله عليه. وعاش 90 سنة بذاكرته في الصف الاول تاليا للقران، وهو امي لا يقرا ولا يكتب الا القران فقط لا غير، رحمه الله رحمه واسعه. فلذلك أنت لا تدري ما الذي يقربك من الله عز وجل، فلا تحق. نعم. أعرف شخص. نعم. يتبع مكان النبي. سبحان الله، ويجعل لهم ذلك. وما يدريك يا أخي، ما الذي يدريك؟ يقول أحد الناس، يقول كان عندي كذا بس كل ما أجيب لحمة يسرق اللحمة ويجري. هذه كما نقلها علي الطنطاوي وذكرها في نوادر العرب غيره. قال: فتبعته يوما فوجدته يذهب إلى جحر يلقيها في فم حية عمياء، ولو أن الرزق يأتي بقوة ما أكل عصفور شيئا مع النسر.